السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سمودي. هالنهار إن شاء الله غنقدم واحد الموضوع اللي مهم مهم بزاف في تربية الأرانب، وهو تصرف أحمق ممكن أن يؤدي إلى تدمير مشروع تربية الأرانب بالكامل. إذن هذا الموضوع ممكن أننا نقسمه لشقين، يعني جوج كلمتين، وهما ببساطة وهما الإهمال والغش. نهضروا أولا على الإهمال. كاين صحابي يعني الشكاره، حنا كما كنقولوا في الموضوعات كنبغي نهضر منين، ماشي الكلام المنمق، ولكن غادي نهضروا مباشره مع الناس اللي كيمشيو كيكون عندهم شويه ديال الفلوس وكيقولوا حنا غادي نديروا مشروع ديال تربيه الارانب. اشنو غادي نديروا؟ غادي نديروا واحد الهنغار، ولا واحد كتكون عندهم شي ارض مثلا، كيكونوا مساكين في المدينه وعندهم واحد الارض في العروبيه. اش غادي نمشي ندير؟ غادي نمشي وغادي ندير مشروع ديال تربية الأرانب. راه الأرنبة راه كتولد 16، وراه كتكون ولدة مور ولدة، وراه غادي 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 يفيضوا عليك الأرانب، وغادي يعني تبقى غير تهز وتبيع. واخا كلشي هذا الشيء زوين مخير كاع، ولكن شنو كيمشيو يديروا؟ كيقولوا حنايا هذيك الأرض هذه غنبقاو نجيو لها، غادي نشريو واحد 10 النتوات وجوج ذكور. هادشي اللي كيقولوا، انا نقول لكم يعني العقل ديال الناس اللي كيفكروا بهذه الطريقه. غادي نمشي وغادي نديرهم في واحد البيت، ولا غادي نحفر لهم واحد الحفره، وغادي نبقى من السيمانه السيمانه، كتكونوا عنده واحد الطوموبيل ولا من السيمانه السيمانه، غادي نمشي وغادي نبقى نعطيهم الـ يعني العلف. كيفاش غادي نبقى نعطيهم العلف؟ غير كيفتح واحد الباب وكيرمي هذاك العلف، وكيجيب الماء واحد البتيه كبيره، يعني واحد البانيو كبير، وكيعمر لهم الماء وصافي، كيمشي يغيب عليهم من السيمانه السيمانه، ويعني في النفس ديالو كيقول بلي انا غادي نجيو من السيمانه السيمانه وغادي نلقى واحد 10 ديال الارانب كبارين، وغادي نديرهم في الطوموبيل وغادي نديهم للسوق نبيعهم. صافي، هذا هو المشروع ديال الارانب. هذا راه ماشي مشروع ديال الارانب، هذا راه انت هذوك الارانب يعني يكون نمشيو للمجال الديني، راه كتعدى عليهم بهذا المفهوم. راه ماشي هذاك هو تربيه الارانب. تربيه الارانب خاص المراقبه، خاص هذوك الارانب تشوفهم اش خاصهم، يعني يوميا كل 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 ارنب على حده، يعني كل واحد تشوفو على حده. حتى الناس اللي كيديروا الحفاري، يعني كيشدوا واحد الحفره وكيقولوا غادي نحفروا لهم حفره وحده، وهما راه كيبقاو يحفروا في واحد الجهه وكيدخلوا كيولدوا تما، وحنا كنبقاو نرمي لهم غير على برا الماكله. كونوا متاكدين حتى الفكره راه خاطئه. علاش؟ حنا نهضروا على الولاده، ملي كتولد الارنبه واش ما كيكونوش موتى؟ يعني مع هذوك الارانب تخيلوا كاين الموتى، وفي وسط يعني في وسط هذوك الارانب اللي تولدوا كاينين وفيات. شنو غادي يوقع تمايا؟ هذاك الوفيات غادي يخنزو، غادي يعطيو الدود، يعني عذرا على هاد الكلمه، هادي كلمه خايبه، يعني البشاعه ديالها كتصوروا شنو غادي يوقع ملي غادي ديروا هاد الطريقه هادي. ولكن راه هادشي اللي كيوقع، اننا نمشي وندير لهم واحد الحفره ونخليهم تما، راه هما غير كتخشي يدك وتجبد وتاكل. لا ماشي هذا هو المشروع ديال تربيه الارانب. اذا الشق الاول اللي هضرنا عليه هو الاهمال. الشق الثاني وهو الغش. الغش كاينين، كيفاش كيطرا هذا الغش؟ ماشي الانسان كيغش نفسه، لا، سمو كيوقع ان الناس كيمشيو ديروا تربيه الارانب، كيجيبوا ليكاج بحال هذا الشكل هذا، كيجيبوا يعني هما النيه ديالهم مزيانه، هاد الناس اللي عندهم راس المال النيه ديالهم مزيانه، ولكن سمو كيوقع ان الارانب كي 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 كيحضيهم واحد السيد اللي هو ملشي، حنا كنقولوا ملشي مخلصو، يعني وكيمشي كيقول له شوف غادي تبقى دير الكميه ديال الاكل القد والقد، غادي تبقى تنقي عليهم في النهار، غادي تبقى دير كذا، وكيمشي كيدير فيه الثقه، كيقول له انا غادي نمشي وانتيا غادي تقوم بهذا الشيء، وداك الشيء اللي غادي يجيبو لنا الله راه حنا غادي نقسموه او غادي نخلصك من الشهريه ديالك
واخا اشنو كيوقع؟ كيوقع ان المشروع بصح كيتمشى كي لان هذاك السيد نيته مزيانه وعنده الفلوس، عنده راس المال، جايب له المواد ديال التنظيف، جايب له العلف بكميات كبيره. مهم خاص غير داك السيد اللي قال له باش يخدم يدير النيه وينوض يخدم. سمو كيوقع، وهذا الشيء راه وقع بصح، ماشي غير هذه راه قصه وقعت، ان المشروع كيتمشى كيبقى يدخل، ولكن داك المدخول وفير بزاف. هذاك السيد اللي كيكون خدام عند الباترون، حنا كما كنقولوا عند الباترون، كيبقى كيجيه واحد النوع من الحسد، كيبقى يقول واش هو شحال كيدخل وانا كيعطيني غير القد والقد. ملي كتجي هذه الفكره في راسو، سمو كيبقى يدير ايوا خليهم انا نبقى نقي عليهم غير مره في السيمانه، انا يا داك الشيء اللي كيعطيني قليل، واش هو كيربح القد والقد وانا يعطيني غير القد والقد. ملي كتوقع هذه الفكره في الراس، صافي المشروع حتى هو كيمشي، يعني ما كيبقاش تنظيف، ما كيبقاش اكل يومي، لان هذاك الباترون ما كيشوفش هذاك السيد اش كيدير، وهو كيدير شغله. ملي كيشوف، ملي كتوقع القضيه فيها الحسد، الغيره والحسد، هذاك السيد ما كيبقاش يخدم خدمته هي هذيك، وديك الارانب الساكن كيضيعوا. حتى واحد النهار كيكتشف ان هذاك السيد اللي راه فيهم الجرب مثلا، يعني الا خليتي الارانب مده انت ما كتنقيش عليهم، مباشره غادي 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 يمرضوا لك، ولا غادي يمرضوا بشي امراض اخرين، ولا المهم ما غاديش يكونوا هما هادو. اذا حضيو من هاد جوج كلمات، الاهمال والغش. ما تهملوش الارانب ديالكم وما تغشوش الناس اللي كيغشوا في الارانب، يعني هذا راه كائن حي. ما الا غشيتي في المشروع، غشيتي واحد الشخص، راك كانك تغش الايمان ديالك ما بقاش هو هذاك، لانك ما بقيتيش مزيان مع الله، لان حتى هادو كائنات حيه عطاهم من الله باش نتهلاو فيهم. اذا المشروع خصو يكون قائم على جوج حوايج: المراقبه المستمره، التنظيف، وواحد ما يغش يتقي الله في هاد الارانب باش ربي يسخر فيهم. اذا الموضوع ديالنا راه سهل، كنظن انه موضوع مهم في تربيه الارانب. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا، شاركوا معنا، ما تنساوناش بزر الجيم، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.